وجود ثقة للمستهلك في أسواق في أسواقنا المحلية وفي قطاع التجزئة ينعكس بصورة إيجابية على أرقام المبيعات اللي موجودة عندنا. احنا ذكرنا يمكن حتى في كلمة الافتتاحية مدى أهمية هذا القطاع بالنسبة لأسواق إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام. اليوم هذا القطاع يمكن قطاع التجزئة لما جمع أرقامه يصل إلى تقريبا 40% من الناتج المحلي، نسبة النمو فيه تقريبا 12%، ومتوقع أن ينمو بمعدل أكثر من 5% في 3 سنوات القادمة، وبالتالي يجب العمل على تعزيز هذا القطاع من خلال تطوير الأنظمة والقوانين واللوائح وسرعة حل المنازعات اللي تصير بين خلينا نقول المستهلكين وأصحاب قطاع التجزئة لمصلحة الطرفين، وذلك وأعتقد أن انعكس في الفترة الأخيرة على زيادة الأرقام في قطاع التجزئة.